السلام عليكم. تحسبا للبطولة الإفريقية للمحليين تم تدشين فندق جديد بقسنطينة، وبالضبط في بلدية الخروب. وهذا الفندق من علامة جولدن توليب اللي معروفة، اللي عندها فنادق في سكيكدا وعنابة. كان فندق جولدن ثم تغير إلى فندق صابري. إذن هنيئا للحاضرة الفندقية على الفنادق بولاية قسنطينة. إن شاء الله المزيد يعني في المستقبل. السلام عليكم.